وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف أن العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ البالستية من قبل الحوثي ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار. الهدف من هذه العملية هو تدمير وتحييد هذه القدرات النوعية والتي لا يمكن أن يكون لجماعة إرهابية كجماعة أو ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أن تحصل على مثل هذه القدرات في تهديد الأمن للداخل اليمني وأيضاً الأمن الإقليمي والدولي. الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية شملت مناطق ومخازن إطلاق الصواريخ البالستية كما ذكرت، وأيضاً الطائرات بدون طيار والأجزاء المساندة لإطلاق هذه المنظومات. قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت تدابير وقائية قبل البدء بتنفيذ العملية العسكرية. مطار صنعاء يوم أمس كان هناك 6 طائرات هبطت في مطار صنعاء. العملية العسكرية بدأت بالدلائل والمؤشرات عن تحضير الميليشيا الحوثية الإرهابية لهجوم إرهابي، وكان هناك نشاطات مشبوهة وكان في متابعة من منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.